أهلا بكم أحبائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج رأيي. في هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها البشرية بشكل كبير، نجد بأن الدعوات تنهال من جانب الأمة الإسلامية للمولى عز وجل بأن يرفع هذا البلاء عن الأمة الإسلامية وغيرها من الأمم. القوم المصابين بفيروس كورونا تزداد بشكل كبير، وصل العدد لأكثر من 350 ألف مصاب، عدد الوفيات تخطى 13 ألف. نتحدث أيضا عن أعداد الذين تم شفائهم من هذا المرض تخطى أيضا 90 ألف. هناك أرقام كبيرة نجدها كل يوم تبعث على القلق، ولكن أهل المغرب تعاملوا مع هذا الأمر بشكل لافت للنظر. دعونا نشاهد ماذا فعل المغاربة من أسطح المنازل ومن شرفات المنازل، حيث جميعا قاموا بالتكبير من أجل أن يرفع الله هذا البلاء عن الأمة الإسلامية وعن كل البشرية. دعونا نشاهد. عودنا لكم مجددا أحبائي المشاهدين، والآن ينضم إلينا الأستاذ نصر شوكت، أول مصري متعافي من فيروس كورونا، لكي يطلعنا على هذه التجربة. أهلا بحضرتك يا أستاذ نصر. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك. الحمد لله على السلامة يا أستاذ نصر. الله يسلمك. الله يسلمك. بداية لو تحكي لنا تجربتك مع هذا المرض. أحب أعرفكم بنفسي، أولا أنا اسمي شوكت نصر، مصري الجنسية، مقيم في دولة إيطاليا وبالتحديد مدينة تشينسا الإيطالية، اللي هي تعتبر البؤرة بتاعت كورونا فيروس في إيطاليا. وأنا بدأت القصة معايا لما بدأ يجي لي أعراض، نفس أعراض البرد أنا وجدتي، الأعراض اللي هي ارتفاع في درجة الحرارة، سخونية عالية، درجة حرارتها بتوصل لـ40، مع الصداع، مع زغلال في العين، مع ان وجود في تكسير جامد جدا في جسمك، مع كحه، مع ضيق التنفس. الاعراض دي كلها انا رحت للدكتور بتاعي، قال لي ده هو برد، اداني دواء السخونيه، ونفس القصه مع زوجتي، قال لي ان هو برد وكده. فرحت للدكتور خدت الدواء بتاع السخونيه ومضاد حيوي وكده، ما فيش اي تغيير خالص. درجه الحراره في كانت بتوصل ل 41 40، ولو نزل بتنزل ل 38. فجات يوم زوجتي اغمى عليها وكده، اتصلنا بالاسعاف، الاسعاف جت وخدتنا ورحنا اتنقلنا على المستشفى بتاعت شنكا بتاعت البلد اللي احنا قاعدين فيها. فالدكتور حلل وكده، فقال لي النتيجه ان هي عندها كورونا فيروس. يا سلام. دي كانت بالنسبه لزوجتي، فتم الحجز بتاع زوجتي على طول، ونفس التحاليل اجرت عليا وكده، والدكتور قال لي انت كمان عندك كورونا فيروس. دي بالنسبه للحاجات بتاعتها يعني. طب حضرتك وقت الاصابه بهذا الفيروس كنت تمارس حياتك بشكل طبيعي، يعني هل كنت تشعر بالام كبيره تعيق حركتك؟ انا كنت اللي هو كان الفتره اللي كنت انا فيها ديت هي السخونيه العاليه مع التكسير في الجسم، ده كان بيخليني دايما ملازم الفراش وكده، ما كنتش بقدر اتحرك خالص من شده الالم. طيب يعني بأي طرق تستطيع أن تقول بأنك تم إصابتك بهذا المرض؟ هل احتكيت بأحد المصابين أنت وزوجتك؟ بجد دلوقتي والله يا فندم أنا دايما فكرت كتير إن أنا أكون اتعاملت مع حد مصاب، لغاية اللحظة اللي أنا فيها دي مش عارف إزاي الفيروس ده جالي، المكروب ده جالي إزاي مش عارف. طيب تعامل المستشفى معك، ما هي النصائح التي تم توجيهها إليك، وكيف استطعت بفضل الله أن تشفى من هذا المرض؟ أنا والله غندم اتحجزت في المستشفى لمدة 5 أيام في الحجز الصحي، لأن كنت فضلت في البيت تقريبا 10 أيام مصاب وأنا ما كنتش أعرف. بعد كده المستشفى خدتني وعملنا العزل اللي هو بتاع العزل الصحي لمدة 5 أيام، مع إن المضادات الحيوية والمحاليل والحاجات اللي هي تنزل درجة الحرارة، واللي طبعا كنت مده الـ5 ايام كنت باستمرار على جهاز التنفس. فطبعا الدكتور قال لي ما فيش اي ادويه ولا اي حاجه خالص لكورونا فيروس، بس اللي انا اقدر اقوله لك انك لازم يكون عندك عزيمه وقوه من داخلك انك انت لازم تقدر تشفى، عشان هو جهاز المناعه بتاعك هو اللي هيحارب الكورونا فيروس ويطرد عليك من الجسم، غير كده ما فيش اي حاجه خالص. طيب هل حضرتك ذكرت لي انك خدت مجموعه من الادويه، هل هناك توليفه من الادويه تقدمها الدوله الايطاليه
تستطيع بفضل الله أن تشفي هذا المرض؟ لا لا يا فندم، كلها كانت عبارة عن درجة الحرارة ترتفع، بيدوك الدواء بتاع السخونية والنزوف الحيوية عشان السخونية تنزل، مع كلها مسكنات للوجع بتاع الجسم والصداع والحاجات دي، إنما كحاجة خاصة بالكورونا فايروس ما كانش في أي حاجة زي كده. كل الأدوية كانت عبارة عن مسكنات وحاجات تنزل درجة الحرارة. كم استمرت فترة إصابة حضرتك بهذا المرض يا أستاذ شوقي؟ 15 يوم، 10 أيام في البيت ما كنتش أعرف، وخمس أيام في المستشفى وفي الحجر الصحي. يعني حضرتك ما شاء الله ما لحقتش غير 5 أيام وأنت في عارف إن المستشفى. عندك فيروس كورونا. آه ما بقدر، إنما زوجتي فضلت تحديد 20 يوم. في حدود 20 يوم وهي تعلم إن لديها فيروس كورونا. لا لا، هي 10 أيام كانت ما كناش نعلم، ودخلت الحجر الصحي 8 أيام. طيب حضراتكم عرفتوا منين بعد كده انه تم شفائكم من فيروس كورونا؟ هو عن طريق التحاليل طبعا، انت في المستشفى كل يوم بياخدوا منك عينات الدم كل يوم، يوميا الصبح ويوميا اخر النهار، لغايه ما باخر يوم قال لي الحمد لله عينات الدم ما جابتش لك اي حاجه خالص، ان هو كورونا فايروس خلاص طلع من الجسم الحمد لله، ونفس طيب النظام مع زوجتي. نعم، طب هل هو انه فيروس كورونا مختلف مثلا عن الامراض الاخرى، عن مثلا مرض البرد الانفلونزا غيرها من الامراض، ام انه الاعراض متشابهة؟ لا، هي الأعراض متشابهة، بس الأعراض متشابهة، بس الألم بتاعه غير البرد خالص، وشدة الألم والوجع ما أقدرش أوصفها لك يا فندم، لأن هي فعلا بتبقى شديدة جدا، لدرجة إن هي الناس اللي هي كبيرة في السن ما بتقدرش تستحمل الوجع وبتموت فيها، إنما عندي زوجتي من شدة الوجع كان بيغمى عليها، من لا. شدة وجع الجسم والصداع، لأن الوجع بتاعه شديد شديد فوق ما تتخيل، آلامه جامدة جدا في الجسم وفي الصداع بتاعه. طب وقت ما حضرتك كنت مصاب بهذا المرض، هل كنت قادر على تحمله ولا كان الأمر صعب للغاية؟ يعني لكن كنت الامر بتعمل ايه، قاعد في السرير دايما ولا بتتحرك عادي داخل المنزل؟ لا، ما كنتش بقدر اقوم من على السرير خالص يا فندم، ما كنتش بقدر اتحرك خالص من على السرير، تعب تعب شديد جامد جامد، لدرجه انك من شده التعب انا ما كنتش بقدر انام في اليوم اكتر من ساعه من شده التعب، انه كان التعب فظيع فظيع فوق ما تتخيل، يا الله. ان مهما اوصف لك التعب بتاعه مش هقدر اقول لك، لان كان يعدي عليك ال 24 ساعه، ممكن من ال 24 ساعة ما أكون ما نامش فيها ساعة واحدة بالظبط من كتر التعب وآلام الجسم المستمر ما بتروحش خالص. طهور إن شاء الله. طب هل إن شاء نفهم الله. منك بأنه يا أستاذ شوكت أنه من الممكن بإذن الرحمن أنه يتم الشفاء بنسبة كبيرة جدا من هذا المرض، خاصة مع وجود عوامل كبيرة للقلق لدى العديد من المتابعين؟ أول ما حضرتك أنا عرفت إن عندي حاجة زي كده كورونا فايروس، الصدمة ذات نفسها بتخلي أصلا أنت ما عندكش أمل في الحياة، لأنك أنت أول ما بتعرف بتحس إنك خلاص الدنيا اتسودت في وشك ومفيش أمل إنك تعيش خالص تاني، بس بالعكس مع تشجيع الناس ليك وتشجيع أصحابك وأهلك وإخواتك وأولادك وكلهم بيشجعوك بيدوك عزيمة إنك عايز تعيش، والعزيمة دي هي اللي بتقوي جهاز المناعة بتاعك، لأن جهاز المناعة بتاعك هو الوحيد المسؤول إن هو يطرد المرض ده منك، غير كده مفيش أي حاجة خالص، لازم يكون عندك عزيمة وقوة وشجاعة، إنما فعلا اول ما بتعلم ان هو عندك الدنيا بتسود في وشك خالص، بس طبعا لازم تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتقاومه، لو انت ما قاومتوش هو هيقتلك هيقتلك، يعني لازم انت تقاومه ازاي من جواك، ولازم جهاز المناعه بتاعك هو اللي هيقاومه. يعني نفهم من كده ان الروح المعنوية ان هي تكون عالية مطلوبة بشكل كبير جدا في مواجهة هذا الامر. بنسبة 100% هي الروح المعنوية عندك هي اللي هتشفيك باذن الله بعد ربنا طبعا. لان هي الروح المعنويه اللي هتقوي جهاز المناعه، وهي جهاز المناعه هو اللي هيحاربه، غير كده ما فيش اي ادويه بتجيب معاها اي حاجه خالص زي حضرتك عارف. طيب حضرتك وزوجتك كنتوا بتتعاملوا ازاي مع بعض وقت الإصابة؟ يعني كنتوا بتشجعوا بعض ازاي؟ لا، وقت الاصابه يا فندم واحنا في البيت ما كناش نعرف، انما في وقت العزل الصحي لما راح المستشفى، انا رحت المستشفى ما اتكلمناش مع بعض خالص خالص، ولا عرفنا اي حاجه عن بعض الا بعد ما طلعنا من المستشفى، لان هو الحاجه اللي في مستشفى وانا في مستشفى اخرى، فكانت ما كانش في اي نوع من انواع التواصل بيننا. طب الأجواء في الحجر الصحي لو تصفها لنا يا أستاذ شوكت. طبعا لو عايز اقول لك ان التجهيزات بتاعت الاوضه هي ديت المكلفه جدا، وهي ديت علشان كده الاماكن بقت محدوده هنا في ايطاليا، لانك انت بتخش
ليك سرير خاص بيك، ليك اوضه خاصه بيك، ليك سماعه الدكتور خاصه بيك، ليك جهاز الضغط، جهاز رسم القلب، جميع الاجهزه مفيش حد بيستخدمها الا انت موجوده. فعشان كده هي بتبقى مكلفه جدا ومش متوفره. انما لو انت تعرف طبعا الدكتور بيبقى له سماعه واحده في الايام العاديه من غير فيروس كورونا، من غير كورونا فيروس، ان الدكتور يبقى له سماعه واحده بيلف على المستشفى دي. انما لا، في الوقت اللي احنا فيه ده الدكتور ما هو بيستخدم ليك سماعه لوحدك محطوطه جنبك على المكتب، سماعه، جهاز الضغط، جهاز رسم القلب، جهاز كل حاجه موجوده ليك انت بس للمصاب. علشان كده بتبقى صعبه. الاكل بيجي لك في حدود معينه في الاوقات المحدده، والتعامل بيكون من بعيد. يعني تعامل الممرضين ليك الوحيد اللي بيقدر يقرب ليك ويعمل كده هو الدكتور لما بيجي يشفع عليك، انما بيت اي حاجه خالص كلها بتبقى من بعيد. هو بيجيب لك الاكل من بعيد، اي حاجه من بعيد يا فندم. حضرتك مقيم في اي المدن الايطاليه يا سيد شوقي؟ مدينه باتشينتا يعتبر هي البؤره بتاعت كورونا فيروس، هي اكبر بلد موجود فيها عدد اصابات وعدد وفيات هي مدينه باتشينتا الايطاليه. الدولة الإيطالية مثلا كانت بتفرق ما بين الطليان والأجانب أم إنه الأمر لا لا سواء؟ لا 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 فندم، لا كله سواسية كله. أنا طبعا ما شاء الله أنا بشكر الدكاترة هنا فعلا ووزير الصحة والدنيا كلها هنا ما شاء الله. فعلا فعلا البلد إيطاليا بلد جميلة وبتعرف جنب الأجنبي قبل اسم البلد. لو أنت حضرتك لو وصلت لك الأطباء وصف التمريض بيتعبوا قد إيه، مهما اتكلم معاك مش هقدر يعني اديهم جزء من حقهم، ان هم فعلا تعبانين جدا جدا مع الحالات ومع الحاجات دي. يعني فعلا في ناس فيهم انا قابلت ممرضه فيهم او كم حاله انها ممكن بتفضل 12 ساعه 15 ساعه ما بتروحش البيت، ما بتروحش لاولادها، ما بتشوفش الشارع بره، موجودين باستمرار في المستشفيات. الدكاتره موجودين باستمرار في المستشفيات ما بيأثروش خالص. يعني فعلا حاجه تذكر وتذكر للحكومه الايطاليه والتمريض والدكاتره وكل حاجه هنا. فعلا طيب. ربنا يدوم نعمه علينا ايطاليا. طيب دي رائع. سيد شوكت اسمح لنا بان نشاهد مقطع الفيديو التالي لاحد الاطباء المصريين والذين مع الاسف الشديد يعني خرج عن شعوره نتيجه ما يشاهده في الشارع المصري. دعونا نشاهد هذا الكليب ثم نعود معكم بعده لكي نستكمل الحوار مع الأستاذ شوكت. عدنا لكم مجددا. كيف تابعت ما يفعله المصريون وغيرهم أيضا من شعوب العالم الذين لا يلتزمون بما قالت عنه الحكومة بضرورة المكوس في المنزل في هذه الأوقات الصعبة؟ أستاذ شوكت، كنت أسأل حضرتك عن رأيك فيما ذكره هذا الطبيب المصري والانتقادات الكبيرة التي ذكرها بحق الشعب المصري وغيره أيضا من شعوب العالم التي ترفض الامتثال لنصائح الحكومات بضرورة المكوث في المنازل في هذه الأوقات الصعبة. والله يا فندم، هو الدكتور اللي حضرتك كنت لسه جايبه ده هو فعلا كلامه كله صح بنسبة 100%. لازم الناس كلها تسمع التعليمات وتتبع التعليمات. لازم الكل يبقى في بيته دلوقتي. لو انا مش خايف على نفسي مش مهم، انا اهم حاجه اخاف على اولادي او اخاف على بيتي على زوجتي وعلى اهل بيتي. لازم اخاف على نفسي انا اولا وعلى حياتي، لان فعلا ده بينتقل، المفروض ده بينتقل بسرعه عاليه جدا 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 فوق ما تتخيل، وما تعرفش جاي منين او مصدره ازاي او العدوى هتجي لك عن طريق ايه، لان ده جندي مجهول او حاجه مجهوله بالنسبه لك انت مش عارف ولا شايف. انت هتنتقل بالعدوى، ممكن ابنك يكون مصاب عنده اي حاجه، مشكله في التنفس، زوجتك، اي حد من اهلك تنقله من غير ما انت تحس. فلازم نسمع التعليمات ونتبع التعليمات لكل واحد. فعلا لازم يكون موجود في البيت. انت مش خايف على نفسك خلاص في 60 داهيه، خليك انت غور في داهيه، بس خاف على الناس اللي حواليك، خاف على اصحابك، خاف على اهلك، خاف على الناس كلها. حرام كده، حرام انك انت تنزل في الشارع دلوقتي يا فندم. لو انت جيت هنا ايطاليا تعتبر مدينه مهجوره، ما بتلاقيش اي حد في الشارع للتعليم، كله بينزل بيخرج بره للضروره القصوى، القصوى اللي هو لازم يخرج، يعني لازم اللي هي يروح يجيب السلع الغذائيه الحاجه اللي ناقصه هو بيخرج دقيقتين وبيرجع. هي دي الصح، لازم الفتره دي اللي 15 يوم نقعد في البيت احسن من نفضل العمر كله زعلانين على حد احنا عزيز علينا، نكون احنا السبب، ان احنا نكون السبب في الوفاه بتاعته. ممكن يكون عندك والدك او والدتك كبار في السن عندهم مشاكل في التنفس، حضرتك خارج تتمشى بره مش عارف اي حاجه، تتعرض لاي حاجه، ترجع لهم بالكورونا فيروس،
هو يصاب يا فندم، ممكن انت تخسر والدك وتفقده في ثانيه، او والدتك تفضل حزين العمر كله مش 15 يوم بس. فانا بتضامن مع الدكتور ده ومع اي حد ومع الحكومه ان احنا لازم نكون موجودين كلنا في البيت، ممنوع الخروج خالص، ونتبع تعليمات النظافه اللي هي التصوير الجامد، الحاجات دي كلها يا فندم. طب حضرتك ما هي النصائح التي توجهها للسادة المشاهدين في هذه الأوقات الصعبة، خاصة وأنك مررت بتجربة الإصابة بفيروس كورونا؟ أول حاجة لازم رقم واحد إن هو يكون موجود في بيته، ما يخرجش ولا هو ولا أولاده ولا أي حد خالص، ولازم يشجع غيره إن هو يعمل كده، لأن يعني لازم أنا لو عرفت واحد ليا صاحبي أو لو ليا أي حد قريب يخرج أو مستهتر نعم. أو مد للموضوع مش الحجم الطبيعي بتاعه، لا لازم أفهمه الصح وأقول له خليك في بيتك الفترة دي. تاني حاجة طول ما أنا موجود في البيت لازم أستعمل المطهرات والحاجات اللي هي بتطهر، البوتلات والحاجات اللي هي بتطهر. لازم كل شوية أغسل إيديا بالمية والصابون. لازم مدة غسيل الإيد، الدكتور اللي هو كان بيعالجني قال لي مدة غسيل الإيد ما تقلش عن 20 ثانية، يكون الصابون موجود على اليد مش أقل من 20 ثانية، ولازم كل شوية نعمل كده. يعني كده ان شاء الله بعد ربنا هنعدي ان احنا اللي احنا فادي يا رب. غير كده انما الناس اللي مديه الموضوع اصغر من حجمه يا ريت يديله الحجم الطبيعي، الموضوع كبير جدا فوق ما نتخيل، والوجع بتاعه والالم بتاعه شديد جدا. لو دلوقتي انت بتستهزأ بيه ولو جالك هتندم انك انت ما عملتش حاجه زي كده، مش هيبقى في وقت للندم. يا ساتر، يا ريت نحافظ على حياتنا وحياه اولادنا وحياه الناس القريبين مننا كلهم. طب ما هي النصائح التي توجهها أيضا لأي شخص لا قدر الله أصيب بهذا المرض، ماذا يفعل؟ أول حاجة ما تخافش منه، أول حاجة اوعى تخاف منه، لأن أنا وقعت في المشكلة دي أول ما عرفت من الدكتور خفت جدا وقلت خلاص الحياة انتهت وكده، خلاص أنا ودعت ولادي ومش هشوف ولادي تاني ولا زوجتي ولا أهلي ولا إخواتي ولا أصحابي، فكنت في حالة إحباط شديدة جدا، والدنيا قلت خلاص كنت مستسلم. بعد كده الكلام هو اللي بيشجعك، لازم تبقى انت شجاع ليه، يعني ما تخافش منه، خده على انه اي حاجه عاديه، خده على انه دور برد بس دور برد شديد شويه، وقاوم البرد ما تنامش ليه بغيت ما ربنا يكرمك، وخلي المعنويات عندك عاليه وشجاعتك قويه وايمانك بربنا قوي علشان تعدي المحنه اللي احنا فيها دي، وباذن الله قبل ما يجي شهر رمضان هتلاقي المحنه عدت على الامه الاسلاميه كلها وعلى غير المسلمين ان شاء الله. اللهم امين يا رب. طب إيطاليا لماذا حدث هذا الأمر بشكل كبير داخل الدولة الإيطالية؟ احنا عندنا فندم هنا عدد كبير جدا من الصينيين موجودين هنا في إيطاليا، عدد كبير من الصينيين، كل يعتبر نسبة عالية جدا من السكان هنا صينيين، ومحلات في الصين سواء محلات مطاعم محلات أكل محلات سلع غذائية، وطبعا انت عارف الأسعار بتاعتهم دايما بتكون قليلة فبيبقى عليهم التعامل كتير جدا، فمن وجهة نظري هو ده السبب الرئيسي في الانتشار هنا. طيب كيف ترى تعامل الحكومة في هذا الوقت خاصة مع فرض حظر التجوال على المواطنين، وهل ترى بأنه المواطنين يمتثلون بالفعل لمثل تلك الأوامر؟ فعلا يا فندم الحكومة فعلا وقفت جنب المواطنين كلهم، لدرجة ان هم يعني تصريحات رئيس الوزراء قال ان هو الناس تقعد لو في اي حد متضرر يقعد والمرتب بتاعه شغال والقبض بتاعه، بس لازم الناس تلتزم التعليمات، وكان من ضمن اول تعليمات بتاعته ان الناس كلها تكون موجوده في البيت، وفعلا يا فندم ما شاء الله الناس كلها يعتبر 100% انفذوا التعليمات. حضرتك دلوقتي لو خرجت على مدار ال 24 ساعه ما تلاقيش اي حد في الشوارع خالص خالص. طب الاطباء نصحوك بايه بعد ما حضرتك الحمد لله تماثلت للشفاء؟ الأول حاجة قالوا لي لازم نظام الأكل بتاعك يتغير، نظام اللي هو الأكل كده لازم تغيره، لازم يبقى النسبة اللي فيه العالية نظام الشرب والسوائل كتير دوت، إنما النظام اللي هو كأكل من غير شوربة من غير الحاجات ديت لا، قال لك لازم الشرب والسوائل وتشرب سوائل كتير والعصاير. لازم على مدار ال 24 ساعة دايما يكون تشرب عصاير، لازم يكون الأكل كله شوربة في معظم الأوقات. يعني اهم حاجه لمواجهه هذا الامر السوائل. السوائل يا فندم دي اهم حاجه لي، دي اهم حاجه الدكتور ركز عليها اللي هو قال لي لازم نسبه السوائل عندك تكون عاليه جدا جدا فوق ما تتخيل، وبالذات لو تشرب اللي هي الحاجات السخنه كتير. هل في اطعمه نصح حضرتك بيها؟ شوربه الخضار يا فندم، هو دايما قال لي ركز على شوربه الخضار بالخضار، حتى لو انت مش هتقدر
تشرب او تاكل كده لازم تشرب على نفسك، والفتره دي كلها تبقى كلها عباره عن الخضروات والشوربه. الحمد لله على السلامة سيد شوكة الطهور مع بإذن السلامه. الله، وربنا واخر يحفظ حاجه حضرتك ويحفظ المسلمين جميعا. واخر حاجه لسه اوجهها للناس، يا ريت الناس تلتزم بالتعليمات، يعني يا نعم ريت الناس جاي. تلتزم، واي حد يصيب بحاجه زي كده يا ريت يكون عنده القوه والشجاعه ان هو يطولها، ويا ريت نعم الناس ما تستهزأش بالموضوع ده، لان جاي. الموضوع فعلا كبير فوق ما نتخيل. ربنا يحفظ شكرا الناس لحضرتك، كلها ويحفظ حضرتك، أشكرك ربنا شكرا يخليك يا جزيلا. فندم، ليلة سعيدة إن شاء الله، مع أهلا حضرتك. السلامة. شكرا موصول لكم أيضا أحبائي المشاهدين على حسن متابعتكم لنا، ونراكم بإذن الرحمن غدا في نفس التوقيت، إلى اللقاء.